شفت بركات وهو بيقول انه رمضان صبحي احسن مني، امهر مني في كل حاجه. انا سمعتها كنت معاه في مداخله، بس انا نفسي اكون في ذكائه. انا نفسي اكون في ذكائه بصراحه، في ذكائه وفكره. خلينا نشوف المقطع ده. بتحب رمضان صبحي؟ جدا. فعلا؟ جدا. رمضان مستقبل النادي الاهلي. لاي درجه؟ لدرجه عاليه جدا، لان انا من الناس اللي بحب الكوره جدا. وبحب لعيب الكوره اللي هو بيبقى الى اشوف مين اكتر. مفيش حد متكامل قوي. ولكن انا شايف رمضان في شبه منك؟ مننا؟ لا، رمضان يختلف كتير. لا، رمضان يعديني بمراحل. معديك؟ لا طبعا، في كل حاجه. يكفي ان هو طالع رمضان صبحي، وطالع من ناشئين النادي، وطالع بنجوميته ديت من وهو عنده 16 17 سنه. طالع الفريق الاول، وطالع واخد شعبيه بسم الله ما شاء الله جماهيريه كبيره جدا وهو في السن ده. لا يعني مش عارف اقول له ايه بصراحه، بس انا بقول له لا، برضه انت زي كابتن ابو تريكه كده، انت في حته بعيده خالص. الواحد بيسعى اللي هو يعني يبقى زي حضرتك. و عايز تبقى زيه في ايه؟ انا نفسي يعني نفسي اكون زيه في ذكائه بصراحه، ذكائه ودماغه. ذكائه في الكوره ولا في المطلق؟ في الكوره وبره الكوره. بس إيه؟ يعني تعجبني دماغه بصراحه، مع ان انا ما قعدتش معاه كتير الا 3 مرات ولا حاجه او 4 مرات. بس عجب يعني دماغه عجباني قوي بصراحه.